حبالي. السلام عليكم، النهارده بدايه فلوج جديد. المفروض ان احنا مسافرين القاهره، انا معايا هادي علي. صباح الخير الشحات المصري يا ورعيه. مش انا ودي يا عم علي. يا محمود احمد علي، احلى مساء. احمد علي بطل فيديو الكمانجا. احمد شاور اخويا حبيبي، حبيبي اللي لسه مكعبلني. احلى مساء، احلى مساء. احنا هنركب دلوقتي القطر واشوفكم هناك بقى. مش هصور حاجه في القطر عشان انا صورت قبل كده فيديوهات كتير جوه القطر. نزلنا من القطر واحنا دلوقتي رايحين نركب المترو. ركبنا المترو. عايز اوجه رسالة شكر للراجل المحترم اللي انقذ التليفون وهو بيقع. وصلنا الجيزة. المفروض ان احنا دلوقتي رايحين ننزل نركب الهرم. بص احنا راكبين ايه؟ ايدي سلم بيتحرك يا ولي. ما بنقول لحد ان احنا من طنطا بيبقى فاكرنا كده بقى. ايدي يلا ده وقفنا وحده. احنا دلوقتي ركبنا الميكروباص والمفروض اننا طالعين على الهرم دلوقتي اهو. احنا من ساعه ما بدانا مقضينا مواصلات بس، ما بنعملش حاجه غير المواصلات. رب الشمس. دلوقتي نزلنا من الميكروباص وخلاص وصلنا الاهرامات اهو. هوريكم الاهرامات دلوقتي حالا. الصينيين محتلين الهرم يا جدعان. الصين احتلوا الهرم. احنا دلوقتي مش هنعرف نطلع الهرم اللي هو ده، مش عارفين نطلعه لان الهرم حاسب عشان وراك طوب، حاسب وراك طوب عشان الهرم ده كله مليان تحتيه ظباط. فشكلنا هنطلع الهرم ده. صور الهرم ده كده. احنا دلوقتي هنروح عنده وهنحاول نطلعه، وانت هتطلع معايا عشان هنصور. هنصور وهنتحبس النهارده. عاد هنتحبس النهارده. الفيديو ده اول ما ينزل تيجوا تطلعوني بالاسم. ماشي بقول لكم عشان بس كده. وبالمناسبه الفيديو بتاع كوبري قصر النيل لسه جايب 100,000 من قيمه كام يوم. شكرا لكل واحد شاف الفيديو. شكرا 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 على ثقتك. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو ما انتش عامل، عشان شوف انا بعمل حاجات خطيره اهو. عشان خاطر عشان خاطرك وعشان خاطرك اعمل لايك وسبسكرايب عشان اشجع المره الجايه ممكن مثلا ما كده بقى. يلا مفيش ظباط لحد دلوقتي، كده كله في التمام. خليك ورايا بس، خليك ورايا عشان احنا هنطلع ضرب نار. بص هادي فين؟ هادي خش اشوف فيه ايه. طب امسك صور طبعا عشان الله في موميا. تعال هنا هنا تعال بسرعه بسرعه، مفيش حكومه. صور اه يابا. تعالى ده بقى ممنوع يا ابني. شعور بيتكلم معاه. والله اي هرم ممنوع طلوع. يعني نعمل الحاجه اللي هي الغلط. انتوا متعلمين في مدارس؟ اه. طيب ينفع انت متعلم، يعني المفروض انت اللي تحافظ على حاجه بلدك مش تتلفه. فده ممنوع والله. وفي يافطه مكتوبه اهي بتقول لك ممنوع طلوع الهرم، ممنوع التسلق. فاحنا لازم نلتزم بقى بالنظام. عايزين ننضف، لازم ننضف والله بجد. عايزين ننضف، يعني المفروض الحاجه الممنوعه ما ينفعش اننا نطلع على الهرم. الراجل بتاع الامن اللي قاعد هناك هو الوحيد اللي كان قاعد على الهرم، بس خد باله ان احمد زكاوة كان بيصوره، كان فاتح الكاميرا وبيصوره. هو كان هيوافق بس لما خد باله ان في كاميرا مفتوحه ما رضيش يخلينا نتصور او نطلع على اي هرم منهم. ها زكاوة؟ ايه يابا؟ بوظتها وقعدت على تلاقي وعايز تتصور؟ شكلها ما فيهاش طلوع على الاهرامات بقى. نروح نلعب في الرمل دلوقتي ولا نعمل اي حاجه بدل ما احنا جينا على الفاضي كده؟ دلوقتي فكرت رقصه الاهرامات، رقصه الفراعنه. باتي 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 باتي
دلوقتي ورايا الصحراء الغربية، المفروض اشتغل مرشد سياحة. انا عارف انا دلوقتي هنروح الصحراء الغربية ونكتشف الكنوز اللي فيها. اوكي المنطقة شطبنا خلاص، الأهرامات بتاعت بلدنا بيقول لي المنطقة شطبنا، شاهدين يا حكومة بيقول لي شطبنا. بس أنا عرفتكم يلا عشان أروح دلوقتي. دلوقتي هنبدأ رحلة الخروج من الهرم. جينا دفعنا 10 جنيه قعدنا ربع ساعة. أحلى هرم فيك يا هرم. إحنا دلوقتي خلصنا الفسحة خلاص وهنبدأ دلوقتي نطلع من الهرم لشارع الهرم بقى للفرفشة. للفرفشة والنعناشة. طلعنا من الهرم وهنشوف بقى لو هنروح ناكل ولا هنروح الاول نجيب الناس اللي مستنينا ونروح نشوف هناكل فين. احنا دلوقتي رحنا جبنا محمود من البيت اهو بالعربية الخصوصي عشان الدنيا بتشتي. صح يا محمود؟ اقفل الستارة بقى عشان الدنيا بتشتي. اول حاجة انا هنروح فين دلوقتي؟ واحنا دلوقتي هنروح ناكل بره بقى عشان الدنيا بتشتي برضه. عند الاسطوره صبحي كابر. والله عمورة احنا كلنا بنحبك قوي. والله زي العسل. منورنا والله. بنتكلم عن الانميه وفيديوهاتك والله مكسره الدنيا وان شاء الله من نجاح لنجاح. صافي والرساله بقى للناس اللي بتتفرج بقى. الناس اللي بتتفرج كلهم هادي قلت لي جنبك هادي تمام وهتضحكوا. دي قناه مش بيج. القناه دي تمام وهتضحكوا والله. هنعمل تيست على الملوخيه. اوه يا لازم اجرب الكفته عشان الكفته اغلى حاجه واكبر حاجه على الترابيزه. اوه يا One hour later. محمود قاعد بيلعب في الموبايل. مصطفى قاعد بيلعب بلاي ستيشن. محمود قاعد بيلعب. هادي قاعد يتأمل. كده دي نهايه الفلوج النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو انتوا مش عاملين ولا لو مش عامل اشتراك اعمل اشتراك يلا. لا اشوفكم الفلوج الجاي. سلام.